إلى سوق الانتقال، توقع رسميا لاعب نادي بارادو زكريا منصوري على عقد لمدة 18 شهرا مع مولودية العاصمة، ليكون بهذا ثاني مستقدمين للعميد خلال الميركاتو الشتوي الحالي. وينهي بهذا عمر غريب رئيس الفريق مسلسل اللاعب والسوسبانس، اللاعب الذي كان محل اهتمام العديد من الفرق في الفترة الأخيرة. فاتح بوشعنان حضر مراسم التوقيع ورصد التالي. باسكو لقيت راحتي في هاد ليكيب وشغل ولفت الجروب وين كنت معاهم في البدايه، فوت معاهم دو موا الحمد لله ولات فاميليا، مام شغل اللي دايرين بهم الحمد لله، وشغل ولفت هاد ليكيب سي بوسا خيط مونديال. ان شاء الله نكون نمد الانصار شغل نفرحهم وان شاء الله يفرحوا معنا هذا العام، وان شاء الله نكون دوليتي ان شاء الله. منصوري زكريا مضى في مولد الجزائر 18 شهر، والطفل هذا عنده امكانيات و سي بور سا تسمى درت كل حاجه باش يكون هذا اللاعب عندنا. هو ثاني يحب مولوديا وحب يلعب في المولوديا، وحنا اللي حبنا وحب يلعب عندنا تما حتى حنا جبناه باش كيما نقولوا ان شاء الله، كيما نقولوا يزيد ان بليس ويزيد يربح ليكسبيريونس ان شاء الله. وان شاء الله هو على باله بلي الفريق في المرتبه الاولى وراهم تاهل ربع النهائي، وان شاء الله دوك حنا ماشي نديروا بريسي على منصوري، منصوري سي تان جون او جاي يدخل في دونزان جروب ويعرفوا في دارهم. قلت لكم بالقصره قلت لكم فوالا بلي سلوم طلع ولي بي ماتوا ما زيدش يحبط، وان شاء الله ما زيدش يحبط.